السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ واهلا بيكم في فيديو جديد. والله يعني من كام يوم كده كنت بفكر ايه هي الاسباب اللي تخليك كمشتري تفكر مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه قبل ما تجيب جهاز من انفينكس. انا طبعا بحب اتجول كتير على جروبات اللي موجوده على الفيسبوك، سواء تبع ريلمي او انفينكس او غيره، واشوف المستخدمين بيسالوا وبيتكلموا في ايه، واللي بقدر افيده بفيده. وجدت ان معظم الناس بتتردد قبل شراء اجهزه انفينكس، وده خلاني ابحث كتير في الموضوع وطلعت باكتر من نتيجه. انا استخدمت انفينكس كتير وعملت تجارب على اجهزه كتير من انفينكس، طلعت بعض النتائج وابرزها استخدام المعالجات القديمه. الشركه للاسف بتستخدم اقدم المعالجات الموجوده في السوق، وده طبعا يخليها متاخره بخطوات عن باقي المنافسين. يعني على سبيل المثال، الشركه قعدت فتره كبيره جدا مستخدمه لمعالجات البي 22 والبي 35، في حين ان كان في نفس الفئه السعريه بنلاقي الجي 70 والجي 80 كمان. فده اكيد شيء يخلي الشركه متاخره ويخليك تبعد عنها. وبرضه لو هنتكلم على معالج جي 9 تي تي، موجود في الزيرو 8، ولكن فين الطفره؟ فين الجديد؟ مفيش. المعالجات دي او المعالج ده بالتحديد الجي 9 تي تي شفناه في ريدمي نوت 8 برو من سنه ونص تقريبا، ومن حوالي 8 شهور تقريبا نزل الريلمي 6، او 6 شهور كمان نزل الريلمي 6 بنفس المعالج. وانفينكس جايه في اخر العام بعد شركتين نزلوه، يعني بعد خطوتين تقريبا جايه تنزل نفس المعالج، فده تاخر واضح جدا. انا معاك ان في تطور في الشركه نفسها، ولكن المفروض الشركه تعمل حاجه جديده، تعمل طفره جديده عشان تلفت الانتباه ليها وتاخد حصه اكبر من اللي هي واخداها من السوق. ده كان بالنسبه لنقطه المعالجات. في نقطه ثانيه برضه حابب اتكلم فيها، وهي الشاشه. للاسف سلسله النوت وسلسله الهود من شركه انفينكس مشهورين جدا بموضوع الشاشه الكبيره والبطاريه العملاقه، هي دي ميزه. ولكن العيب اللي بنلاقيه وهي الشاشات ال HD بلس مع الحجم الكبير، كثافه بكسلات بتيجي اقل من 300 بي بي اي بكسل بير انش، فدي بتبقى حاجه رخمه جدا. ايه ليه البكسلات قليله جدا مع حجم كبير؟ بكسلات هتبان مش هتكون مظبوطه. والله بفكر احضر لكم كده فيديو يكون مخصص نتكلم فيه عن جوده الشاشات، ونتكلم عن الدقه، ونتكلم على البكسلات، نتكلم على ال SD والفول HD بلس، ونتكلم على ال 2K، ونعرف ايه الفروقات وكثافه البكسلات لما تكون زياده، اللي بيحصل في الشاشه لو قليله اللي بيحصل، وهكذا. لو انت موافق على الفكره دي يبقى اللايك مهم، وتقول لي رايك في تعليق. ومش معنى كلام ان انا بقول لك ابعد عن منتجات الشركه، بالعكس، الفتره الاخيره كان في تحسن كبير للشركه. خليك معايا لحظه، على سبيل المثال هوريك منتج من انفينكس انا جايبه برضو. الجهاز ده الهوت 9 بلاي، والله جهاز قوي، يعني انا جبته كجهاز في البيت، يعني يكون موجود في البيت. ما كانش ليا نصيب ان انا اعمل عنه مراجعه، كان الوقت اتاخر والجهاز جبته متاخر، ففتحت الجهاز والجهاز عجبني وجربته، فما لحقتش اعمل عنه مراجعه، فسبته موجود في البيت، يعني كجهاز يكون موجود برضو ثانوي، او ان انا يعني اعرف اجهزه انفينكس بعد فتره من الاستخدام 4 شهور 6 شهور هتعمل ايه. فالجهاز ده حتى الان يعني قيد التجربه في النقطه دي، وان شاء الله هعمل فيديو عن منتجات انفينكس بعد الفتره دي كلها. نرجع بقى لموضوعنا، واتكلم معاك في ثالث نقطه، وهي نقطه خامات التصنيع. خامات تصنيع شركه انفينكس مش وحشه، مش زي ما الناس فاكره. لو تفتكر الهوت 4 برو اول جهاز نزل من شركه انفينكس ببصمه، كان جهاز ممتاز جدا حتى الان، يعني الجهاز بقى حوالي 4 سنين تقريبا، حتى الان اعرف ناس معاها الجهاز ده وشغال معاهم، يعني مش بكفاءه عاليه طبعا، ولكن بيمشي وبيقضي الغرض بشكل كويس. فلو خامات التصنيع سيئه اعتقد ما كانش قاعد الفتره دي كلها، خصوصا كمان ان الفتره الاخيره الشركه بدات تحسن من مستواها، سواء على مستوى السوفت وير او مستوى الهاردوير. ونقطه السوفت وير دي اصلا ليها كلام لوحدها، بس عشان نتكلم فيها دلوقتي الفيديو ده هيعدي 10 دقايق، وانت عارفني فيديوهاتي صغيره وبحب اديك الخلاصه والمفيد باسرع وقت. يعني انا عايز كل ثانيه في الفيديو تطلع انت مستفيد منها، احنا مش جايين نحكي وخلاص، لا، انا هدفي ان انا افيدك. وخد بقى السبب الاخير اللي يخليك تفكر وتقول هي شركه انفينكس كويسه اشتري منها ولا لا. عارف ايه هو السبب يا معلم؟ ان الشركه دي اللي ملهاش اجهزه فلاجشيب، وده طبعا يخليك تفكر وتقول هي الشركه دي ناويه تصنعش فلاجشيب. ده الفئه العليا اللي هم بيتكلموا فيها اللي هو الزيرو 8، وده فئه عليا بالنسبه لهم. يعني ازاي المفروض يكون بيتكلموا في فلاجشيب ما بتشوفهمش اصلا جهاز فوق ال 5000 جنيه؟ انا ما شفتش الشركه دي جهاز فوق ال 5000 جنيه. فلو شفنا لها اجهزه فعلا يعني بتتكلم او بتواجه العمالقه اللي في الفلاجشيب، لان هي هتخش منافسه قويه جدا ومنافسه طاحنه مش اي حد بينجح فيها، وهي شركات معدوده بس اللي ثابته وجودها في الفئه دي. وانا هنا بتكلم بالتحديد عن فئه الفلاجشيب اللي فوق ال 10000 جنيه، اللي هي في حدود تقريبا 800 900 دولار. فشركه انفينكس لو ثبت رجليها في الفئه دي اعتقد نظره الناس ليها هتتغير. مش معنى كده الشركة وحشة، بالعكس، الشركة ليها مميزات. زي أكبر ميزة تخليك تفكر إنك تشتري من انفينكس، وهي القيمة مقابل السعر. تديك حجم كبير مع بطارية بسعة قوية جدا، وخصوصا في الفترة الأخيرة بدأت تستخدم معالجات الجي 70 تي والجي 80، يعني كويس جدا. الأبديت والأبجريد اللي الشركة بتعمله لنفسها ده هيطور منها، ولكن أرجع أقول لك إن الشركة لازم تاخد خطوة سباقة علشان تثبت رجليها وسط المنافسين اللي إحنا بنشوفهم. فدي كانت الأسباب اللي أنا كنت شايفها والله من مشاكل شركة انفينكس، يعني بكل تواضع. فأتمنى الفان بوي بتوع انفينكس ما يكونوش زعلوا من الفيديو ده. ودي كانت كل حاجة في فيديو النهارده. لو الفيديو افادك وعجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناه وتفعيل زر الجرس عشان تتابع كل جديد. كالعاده يا شباب، نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.